والآن وقفة اقتصادية من نشرة السادسة، أخبار المال والأعمال. ودينا شرف، إليك دينا. شكرا لك يوسف، شكرا لك أميرة. والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا. أعلنت رئاسة مجلس الوزراء تقدم 4 شركات جديدة للحصول على الرخصة الذهبية التي أطلقتها الحكومة لتيسير إصدار تراخيص المشروعات وتشغيلها، وذلك بعد أيام من إطلاق رابط على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء. وأوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن أنشطة تلك الشركات تتركز في مجالات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والأثاث والأخشاب وأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، مشيرا إلى أنها تتوزع بين محافظات الجيزة وشمال سيناء وبني سويف، وتتراوح نسبة المكون المحلي لمنتجاتها بين 50 و80%. ومن المنتظر أن تقوم اللجنة العليا المختصة ببحث ودراسة موقف الشركات المالي ودراسة الجدوى الخاصة بها وغيرها من شروط منح أو منح الرخصة الذهبية التي تستهدف تسريع حركة الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين. سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير البنك الدولي الخاص باقتصاديات المركبات الكهربائية لنقل الركاب، وذلك شمل دراسة 20 بلدا ناميا. وأشار التقرير إلى أن تحول مصر إلى وسائل النقل الكهربائية سيسهم في تحسين جودة الهواء في المناطق الحضرية، إضافة إلى تحسين جودة النقل العام وتقليل الاعتماد على الوقود. وأفاد التقرير أن تكلفة شراء المركبات الكهربائية ترتفع بنسبة تتجاوز 70% مقارنة بالمركبات التقليدية، وهو ما يعد بمثابة عقبة مالية أمام العديد من المستهلكين في البلدان النامية. وفي سوق المال، أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات مصرية وسط تداولات مرتفعة. وارتفع رأس المال السوقي 26.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 970 مليار و955 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إيجي إكس 30 عند 14723 نقطة، وأغلق عند 15150 نقطة مرتفعا بنسبة 2.9%. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 عند مستوى 2751 نقطة، وأغلق عند 2826 نقطة مرتفعا بنسبة 2.72%. كما فتح مؤشر إيجي إكس 100 عند مستوى 4041 نقطة، وأغلق عند 4179 نقطة مرتفعا بنسبة 3.41%. وفي أسواق البترول العالمية، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار على خلفية اضطرابات في الإمدادات والتراجع الحاد للدولار. وارتفعت العقود الآجلة خام برنت بنسبة 2.9% لتصل إلى 80.25 دولارا للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.49% مسجلة 74.99 دولارا. وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 3.45% لتصل إلى 3.07 دولارات للتر. كما صعد أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 7.58% لتسجل 7.08 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عامي 2022-2023، وذلك بعد خفضها عدة مرات بسبب تخفيف سياسة صفر كوفيد والتي تبنتها الصين لمكافحة فيروس كورونا. وقالت أوبك في تقرير شهري أن الطلب على النفط في 2023 سيرتفع بنسبة 2.25 مليون برميل يومياً،
أو نحو 2.3% بعد نمو 2.55 مليون برميل يوميا في 2022. أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية منخفضة قبل نشر قراءة التضخم في الولايات المتحدة وعشية صدور قرار مجلسي الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن السياسة النقدية والذي قد يحدد المسار للعام المقبل، إلى أن المؤشر السعودي ارتفع من أدنى مستوى في 20 شهرا. وفي أبو ظبي انخفض المؤشر 1% مواصلا خسائره للجلسة السادسة على التوالي، كما تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.5%، كما خسر المؤشر القطري بنسبة 1.6%، ولكن المؤشر السعودي خالف الاتجاه ليغلق مرتفعا 1.9%. ختام أخبار اقتصاد، وعودة مرة أخرى إلى أميرة ويوسف، إليكما. شكرا لك دينا.